بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم دلوقتي على كيفية تصوير قوائم التكاليف في شركات البترول. عندنا مجموعة من القوائم يمكن استعراضها فيما يلي علشان نطلع قائمة التكاليف اللي بتتعمل في نشاط شركات البترول. عندنا قائمة اسمها قائمة إنتاج الزيت الخام أو الغاز الطبيعي. يوضح هذا النموذج إجمالي مصروفات التشغيل موزعة على أساس المصروفات المباشرة المرتبطة بعملية الاستخراج والغير مباشرة المرتبطة بعملية الاستكشاف بالإضافة إلى مصروفات الاستكشاف، وتقيد وتفيد هذه القائمة في معرفة التكاليف الكلية للإنتاج وتوزيع على وحدات الإنتاج، كما تفيد في إجراء المقارنات بين عناصر التكاليف. القائمة الأولى بتاعتنا اسمها مصروفات أو قائمة إنتاج الغاز أو الزيت، بنقسمها إلى مصروفات التشغيل، مصاريف استخراجية ممثلة في مصروفات مباشرة عبارة عن مصروفات ضخ، مصروفات خدمات الآبار، مصروفات التخلص من المياه المالحة، مصروفات تصليح وصيانة، مصروفات متنوعة، إهلاك معدات الآبار. أما المصروفات الغير مباشرة فممثلة في مصروفات إشراف، مصروفات المناطق، التأمين، مصروفات ترفيه عن العاملين. جملة المصروفات بنطلق عليها اللي فاتت دي المصروفات الاستخراجية. عندنا نوع تاني من المصروفات اسمه مصروفات استكشافية ممثلة في مصروفات جيولوجية ومصروفات لحفر الآبار الجافة ومصروفات اختبار الآبار. كده يبقى ممكن نطلع إجمالي مصروفات الخاصة بإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي. النموذج الثاني اسمه قائمة الدخل. بعد ما طلعنا قائمة المصروفات أو قائمة التكاليف هنصور قائمة الدخل من خلال قائمة رأسية مقارنة بين الإيرادات المبيعات للزيت أو الغاز الطبيعي مع إجمالي المصروفات. المبيعات بتاعتنا كم برميل في سعر الوحدة، بضيف عليهم التغير في المخزون آخر المدة ناقص أول المدة يديني إجمالي الإيراد، أطرح منه مصروفات التشغيل وأطرح منه مصروفات البيع والتوزيع يديني إجمالي الربح، أطرح صافي المصروفات الإدارية يديني صافي. النوع الثالث اسمه قائمة تكاليف البحث والتنقيب، يصور تلك القائمة بغرض إجراء المقارنة بين التكاليف المباشرة والغير مباشرة على أن يتم تحليلها على عناصر الأجور والمستلزمات السلعية المختلفة والمستلزمات الخدمية المختلفة بالإضافة إلى المصروفات التحويلية الجارية، وتتم المقارنة بين أرقام العام السابق والأرقام المقدرة والأرقام العام الحالي، وذلك بغرض استخراج معدلات التغير وتحليل أسباب الانحرافات كما يوضح الشكل اللي موجود أمام حضرتك. المثال الأول بتاعنا هنتعلم سوا إزاي لما يطلب مني أصور قائمة تكاليف إنتاج البترول وتصوير قائمة الأرباح والخسائر أو قائمة الدخل. مديني بيانات خاصة مستخرجة من دفاتر أستاذ إحدى شركات البترول، مديني مصاريف ضخ وتخلص من المياه وتصليح وصيانة وإهلاك معدات آبار ملموسة ونفاذ المصروفات الغير ملموسة، مصروفات الإشراف، مصروفات تأمين، مصروفات جيولوجية. أولا من الشرح السابق مفروض حضرتك تبقى عارف إن أنا بشتغل على مصروفات استكشاف ومصروفات تشغيلية، بالإضافة أن في مصروفات مباشرة ومصروفات غير مباشرة، واداني المخزون البترولي أول المدة وآخر المدة عشان أطلع التغير، اداني سعر البرميل واداني عدد البراميل المباعة وسعر برميل الواحد. عشان كده لما نصور قائمة التكاليف هيبقى شكلها كالآتي: قائمة تكاليف إنتاج النفط، مصروفات استخراجية المباشرة، الضخ والتخلص من المياه والتصليح والصيانة وإهلاك المعدات ونفاذ الآبار غير ملموسة، جملة التكاليف 430,000. الغير مباشرة زي مصروفات الإشراف والتأمين يطلع لي 110,000، يبقى جملة المصروفات الاستخراجية 540,000. مصروفات الاستكشاف عندي نوعين اللي هما مصروفات جيولوجية ومصروفات حفر الآبار، يطلع لي إجمالي المصروفات الاستكشافية جملة المصاريف عندنا 780,000. هنقلها إلى قائمة الدخل بتاعتنا. المبيعات 150,000 برميل في 10، التغير في المخزون يطلع لي إجمالي الإيرادات، أطرح منه مصروفات التشغيل ومصاريف البيع والتوزيع. خد بالك إن مصروفات التشغيل إحنا جايبينها من قائمة تكاليف إنتاج الزيت الخام أو الغاز الطبيعي في الصفحة السابقة عشان يطلع لي صافي الربح بتاع الشركة.